نفس وكل واحد هيجي دوره ومش فارق مين النهارده بيلعب بكره هيلعب، اهم حاجه عندنا 3 بونت عشان نرضي جماهير بورسعيد ونرضي نفسنا احنا طبعا كلاعيبه يعني كويس. الحمد لله رب العالمين، كلنا الحمد لله لعيبه اسماء كويسه، بنتعب في التمرين، لنا هدف واحد ان احنا نعمل حاجه للنادي المصري وجماهيره واسامينا. احنا السنه اللي فاتت حصل لنا دروب كان غصب عننا، كل الظروف طبعا الناس كلها عارفاها. السنه دي ان شاء الله كلنا من اول يوم جينا في فتره الاعداد لغايه اخر يوم احنا ناويين نعمل حاجه باذن الله كاداره وجهاز فني ولاعيبه كلها على قلب رجل واحد، اللي احنا نعمل حاجه ان شاء الله للنادي المصري وللجمهور بورسعيد باذن الله. طبعا الحمد لله على الثلاثه بونت، اهم حاجه في الموضوع كله الثلاثه بونت، واحنا كنا ماشيين كويس ومركزين من قبل الماتش اللي احنا نخلص بدري، فقدرنا نجيب جونين الحمد لله الشوط الاول، والشوط الثاني اتخطفنا بضربه ثابته، فالحمد لله قدرنا نجيب جون بسرعه عشان يبقى الماتش معانا في ايدينا عشان ما يهربش مننا، والحمد لله على الثلاثه بونت اهم حاجه يعني. والله طبعا بحمد ربنا طبعا النتيجه طبعا واداء اللعيبه النهارده، اللعيبه كانت رجاله، كنا مصممين طبعا الثلاث نقط النهارده ان شاء الله الحمد لله يعني، وكل ماتش ان شاء الله ناخده باذن الله من الماتشات اللي جايه. احنا هدفنا ان شاء الله السنه دي ناخد مركز كويس ونوصل لاي بطوله افريقيه ان شاء الله، ونسعى جمهور بورسعيد، ودي مش اول حاجه نعملها، لا لسه باقي كتير ان شاء الله. النهارده كنا احسن بكتير من ماتش الاسماعيلي، كان الاداء كويس جدا، دي كانت اهم حاجه اللي كنا يعني مفتقدينها في ماتش الاسماعيلي. الحمد لله ربنا كرمنا بثلاثه بونت ويدونا دفع الماتش الجاي ان شاء الله وفي الماتشات اللي جايه باذن الله. لكن ان شاء الله باذن الله طموحات السنه دي ان شاء الله مع النادي المصري، انا جاي من المنصوره ان شاء الله اعمل معاهم حاجه السنه دي، وربنا يوفقني يا رب ان شاء الله، يعني النحس ده يتفك بقى وربنا يكرمني كده واجيب اجوان ان شاء الله اكون هداف الدوري باذن الله. والله الحمد لله، بقول الحمد لله والشكر لله على الاداء، الولاد ادوا اداء كويس وخدنا 3 بونت، مهم جدا تاخد 3 بونت في الفتره دي ان شاء الله. احنا بنعمل اللي علينا وبنجتهد وبنقرا الجيم، والحمد لله ربنا وفقنا في تغييرين مسكنا بيهم نص الملعب، سيد عبعال وجمعه يمكن ضيع جون الولد لكن راح لجون وحاول، لكن بقول الحمد لله والشكر لله ان احنا ربنا بيوفقنا دايما في التعديلات اللي بتبقى بين الشوطين، والحمد لله الولاد بيأدوا بشكل كويس وخدنا 3 بونت صعبين، خلي بالك مش سهلين يعني. الحمد لله قلنا الماتش ده اهم من الماتش الاسماعيلي بالنسبه لنا، 3 بونت هيفرقوا معانا. الماتش دلوقتي خلينا نبص لقدام بقى، خلاص زي ما احنا قلت لك قبل الموسم والكابتن ان شاء الله هنوعى الجمهور باذن الله ان احنا نبقى في المربع الذهبي ان شاء الله السنه دي، وان شاء الله باذن الله احنا مقدم لهم احسن كره، هي بعمل عليها والله احمد في الملعب والكلام دوت، بموت نفسي في الملعب والكلام دوت، والاختلاط ده بتاع كابتن شوقي غريب، ربنا يكرمه ان شاء الله المرحله الجايه. دي كانت لقاءات مع لعيبه النادي المصري امبارح بعد فوزهم على الاسيوطي سبورت 3-1، ويعني باين ان النادي المصري نادي منظم السنه دي، برضو الاداره عملت صفقات كويسه للكابتن طارق يحيى. كابتن طارق يحيى مدرب كويس، مدرب كوره بيلاعب فرقته كوره، ويعني النادي المصري بدايه كويسه السنه دي عكس البدايه بتاعت السنه اللي فاتت، 4 نقاط في ماتشين، والماتش الاول كان صعب مع النادي الاسماعيلي. يعني انتوا عارفين مصر بيلعب في اسماعيليه لكن برضو على ارض استاد اسماعيليه اللي هو ملعب النادي الاسماعيلي، ف4 نقاط للنادي المصري ومنهم مباراه النادي الاسماعيلي، اعتقد بدايه جيده للنادي المصري، ونتمنى للنادي المصري وكابتن طارق يحيى وجهازه الفني التوفيق في اللقاءات القادمه. طبعا بعد فوز نادي الزمالك الكبير، الزمالك عنده مباراه اخرى او المباراه الثانيه ليه في بطوله الدوري، هتكون امام اتحاد الشرطه يوم الخميس القادم. اتحاد الشرطه كان عمل مفاجأة وفاز على نادي إنبي 2-1، لكن الزمالك بالشكل اللي أنا اتفرجت عليه النهاردة وبالطريقة اللي هي مختلفة عن مباراة النادي الأهلي، يعني هتقولي لي عشان كسب فالطريقة اختلفت، لا طريقة توظيف اللاعبين داخل الملعب النهاردة اختلفت، بقى الزمالك عنده 2 مهاجمين، عنده أيمن حفني تحت الرؤوس حربة، عنده 2 في نص الملعب زي ما قلت لكم مؤمن ومعروف، عنده أطراف، فعنده إبراهيم صلاح، عنده كوفي، عنده أحمد الشناوي حارس مميز جدا، عنده علي جبر، فالطريقة اختلفت، توظيف اللاعبين اختلف، وده باين النهاردة بشكل كبير جدا في أداء نادي الزمالك والنتيجة الكبيرة اللي خلصت بيها المباراة. مبروك لجماهير نادي الزمالك، ومبروك للاعبين، ومبروك للجهاز الفني كابتن حسام حسن طبعا وكل أفراد الجهاز، كان عليهم ضغط جامد الفترة اللي فاتت. طيب تعالوا نروح لأخبار النادي الأهلي، وزي ما عرفنا طبعا النهاردة النادي الأهلي وصل من الكاميرون بعد رحلة شاقة، رغم ان هي كانت بطيارة خاصة وراحوا على مدينة جروة على طول في الكاميرون، لكن كان في مشاكل حتى في رحلة العودة، والطيارة حصل فيها عطل هناك في الكاميرون وهي طالعة، وبعدين نزلوا في أسوان برضو كان حصل عطل تاني في أجهزة التكييف أعتقد، فكانت رحلة صعبة جدا، وإسلام صادق لسه راجع من الكاميرون النهارده مع النادي الاهلي وراجع عيان وسخن ومش عارف ايه، فكانت رحله صعبه جدا، وحتى هناك قال لي المعيشه صعبه، الفندق كان مستواه
يعني مش زي المستويات الفنادق، فحتى في بقية أفريقيا مدينة متواضعة، الفندق الإقامة كان تعب بالنادي الأهلي شوية، التكييفات بايظة، يعني مشاكل كتير، لكن الحمد لله النادي الأهلي رجع بأفضل نتيجة وفوز على القطن الكاميروني 1-0 بهدف وليد سليمان. وشفنا طبعا امبارح الهدف الجميل لوليد سليمان والفوز اللي هيخلي النادي الاهلي ان شاء الله يعني قريب جدا من التاهل للمباراه النهائيه. وهنستنى بقى نتيجه فريق ليوبار وسيوي سبور في الدور قبل النهائي لبطوله الكونفدراليه، وعايزين الاهلي يكسب البطوله عشان يبقى عندنا فريق مصري خد بطوله الكونفدراليه، ما فيش ولا فريق مصري كسب قبل كده الكونفدراليه. اخوان كارلوس جاريدو المدير الفني بيطالب الجهاز الطبي بسرعه تجهيز موسى ايدان لمباراه العوده يوم 28، عنده كدمه كده في انكل القدم. موسى ايدان اتخبط في المباراه اللي فاتت، ف الكدمه دي اكيد يعني الجهاز الطبي عشان المباراه خلاص 28 يعني خلال اسبوع المباراه، فمحتاجين كل لعيب. خلي بالكم القايمه في نادي الاهلي اتاثرت طبعا، ان في لعيبه مصابه، في لعيبه مشيت من النادي الاهلي كانت مقيده في القايمه الافريقيه، فما فيش غير 17 لعيب موجودين منهم 3 حراس مرمى، فيا دوبك النادي الاهلي يكمل البطوله دي طبعا يعني بالظروف دي. لكن ما شاء الله الاهلي قدها وقدود وقدر يفوز خارج ملعبه في مباراه صعبه تقربه من المباراه النهائيه. الاهلي هيصرف جزء من مستحقات اللاعبين اللي مشوا، اللاعبين اللي مشوا زي احمد فتحي، زي السيد حمدي، زي احمد شديد قناوي. النادي الاهلي طبعا ما بيضيعش حق اي لعيب، الفتره اللي جايه هيتم صرف جزء من مستحقات اللاعبين في اول شهر اكتوبر القادم ان شاء الله. المهندس محمود طاهر هيعود من لندن او من انجلترا بعد اجازه عيد الاضحى. المستشار مرتضى منصور زي ما شفنا في التقرير وقال ان هو خلاص مشكله النادي الزمالك مع النادي الاهلي انتهت، او مشكلته هو مع النادي الاهلي انتهت، وقرر سحب الشكوى اللي كان بعتها لوزير الشباب والرياضه. وانا سعيد بصراحه بدور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه، راجل هادي، راجل دبلوماسي محترم جدا، بيحرص على انهاء الخلافات والخصومات والمشاكل في الساحه الرياضيه بهدوء، بدون زعيق، بدون كلام كتير. راجل بيشتغل، بيروح يزور الزمالك، بيشغل في مراكز الشباب، بيعمل دعم للجنة الأولمبية، بيعمل دعم للأندية المصرية في القسم الثاني، عامل شغل كويس في مختلف الألعاب الرياضية ومختلف المؤسسات الرياضية، وبيحاول يقرب وجهات النظر. فعجبني شغله، عجبني، ماشي كويس مع وزارة الشباب والرياضة. نتمنى له التوفيق إن شاء الله، والساحة الرياضية تهدى يا جماعة. احنا عايزين اهم حاجه ان الساحه الرياضيه تهدى، مش عايزين مشاكل، مش عايزين خناقات، وعايزين دايما يبقى القوتين الكبار في مصر الاهلي والزمالك دايما متحدين، دايما العلاقه بينهم جيده. ودي لقطات للزياره طبعا اللي احنا شفناها من شويه، وطبعا طفره كبيره انشائيه في نادي الزمالك، مش مجامله للمجلس الحالي ولا خوفا من مرتضى منصور ولا حاجه، لا اهو في طفره رياضيه، الملاعب اتجهزت، في انشاءات جديده داخل نادي الزمالك، في تطوير، في حاجات كتير بيعملها مجلس الإدارة الحالي. وبرضو عايزين نتكلم على التمويل، يعني كان رغم قبل كده في رؤساء أندية رجال أعمال زي الأستاذ ممدوح عباس وكده، لكن ما كانش الفلوس بتتصرف صح، الفلوس كانت بتطير كده في حتت غلط، ومش عارف لعيبة غالية ولعيبة كذا. لكن في إيه يا بيومي؟ لقاءات الأهلي. فيعني انا شايف ان في تطوير داخل نادي الزمالك، تطوير انشائي، تطوير رياضي. السنه دي برضو خلي بالكم غير كره القدم، كره القدم اتعاقدوا مع 18 من افضل اللاعبين المصريين اللي موجودين في الدوري المصري السنه اللي فاتت، 18 صفقه جامدين جدا. غير كده في كمان تعاقدات مع لاعبين في الالعاب الاخرى، يعني الباسكت جابوا لعيبه جامده جدا ومن احسن اللاعبين، في كره اليد رجعوا بعض اللاعبين اللي كانوا موجودين في العصر الذهبي لنادي الزمالك، او اللعيبه اللي كانت مهمه في نادي الزمالك في كره اليد مع الكابتن حماده عبد الباري طبعا اللي بعزيه في وفاه شقيقه. رجعوا لعيبه مميزين وصفقات جديده في نادي الزمالك لكره اليد. الكره الطايره نفس القصه، كان حصل انهيار في الالعاب الجماعيه خلال الثلاث سنين اللي فاتوا في نادي الزمالك، باسكت، طايره، يد، فالحاجات دي كلها اتعوضت السنه دي، ولسه عايزه فتره عشان الزمالك يقدر يعمل نتائج. خلي بالكم لما بيكون في حاجه غلط في الزمالك او على حتى مرتضى منصور رئيس النادي ما بنسكتش، وانتوا عارفين بنتكلم في كل حاجه، لكن لما بيكون في حاجه ايجابيه لازم نبرزها ولازم نظهرها، زيه زي الاهلي، زي الانديه الاخرى. والزمالك دايما كان عنده مشاكل اكتر في الفترات اللي فاتت، وزي ما قلت لكم انهيار في حاجات كتير جدا.
حاضر، نروح للقاءات النادي الاهلي ووصول النادي الاهلي من الكاميرون، نروح نشوف اللقاءات مع اللاعبين ومع بعثه النادي الاهلي ونرجع نكمل مع بعض في كره كله. ان شاء الله يبقى نعمل حاجه كويسه للكره المصريه بانجاز جديد ان شاء الله هتحسب لتاريخ النادي الاهلي. ان شاء الله نقدم لهم مستوى افضل من اللي فات ان شاء الله. الحمد لله وربنا كرمنا الحمد لله، واللعبه كانت بتقدم بشكل كويس، اللعبه تعبت والجو كان صعب هناك، بس اللعبه كلها كانت مركزه في حاله واحده ان احنا نكسب. الحمد لله ربنا وفقنا وكملنا على خير، والحمد لله ربنا يكرم بقى في الماتش الثاني اللي في مصر كده نبقى مركزين ونسعد ونوصل ان شاء الله. طبعا اللعبه كلها بتتمنى ان هي تصعد تاخد البطوله ديت طبعا، لان مفيش نادي في مصر حققها قبل كده، وان شاء الله ربنا يوفقنا ونقدر ناخدها باذن الله. ان شاء الله اللعبه كلها مركزه وان شاء الله ناخد البطوله باذن الله. طبعا الحمد لله لسه في فاضل ماتش معانا هنا في مصر، ماتش قوي برده، الفرقه ما عندهاش حاجه تبكي عليها، تلعب وده اللي يقلقك، فاحنا وفرقه محترمه يعني الحمد لله كان التوفيق معانا، وان شاء الله باذن الله ربنا يوفقنا ان شاء الله في الماتش اللي هنا باذن الله. مش بالكلام بالفعل يعني، لازم نجتهد عشان نحقق الحاجه اللي احنا عايزينها يعني. الراجل كان مقدر الظروف ولما حاجه نبقى رجاله، والحمد لله وده اللي حصل وقدرنا نطلع باللي احنا عايزينه من الماتشين. مباراه مهمه، ربنا اكرمنا بنتيجه كويسه جدا ان احنا نكسب بره ملعبنا 1-0، انما لسه في شوط ثاني في مصر، فالمباراه يعني المباراه ما انتهتش يعني، او احنا لسه ما تاهلناش للنهائي، فمحتاجين نفس التركيز ونفس الروح اللي لعبنا بها المباراه بتاع امبارح. وببارك لي طبعا للشريف على ادائه في المباراه، هو المباراه كان عامل مباراه كويسه جدا، ببارك لاحمد عادل ومسعد، واتمنى ان شاء الله المباراه اللي جايه برده بنفس التركيز ونفس الروح ان شاء الله. مباراه صعبه، المباراه هتبقى صعبه جدا، مش هتبقى سهله. مباراه مهمه، فوز هيسهل لنا امور كتير، انما لسه ما تاهلناش لغايه دلوقتي يعني، فمباراه العوده هيبقى لها دور كبير ان شاء الله. في صعوبات في عدد اللاعبين، مش في انما اللعيبه بقى لها فتره بتلعب معانا، الناس الجداد كلهم شاركوا معانا، ان شاء الله متفقين كلنا ان البطوله دي تبقى بتاعتنا ان شاء الله. مفيش فرقه مصريه فازت بالبطوله دي، نتمنى ان احنا نبقى اول فرقه ان شاء الله تاخدها. هتبقى مباراه صعبه جدا طبعا، فريق تاني جاي مش باكي على حاجه، ولازم احنا مركزين ومهتمين جدا بكل تفاصيل المباراه، وان شاء الله نكسب هنا باذن الله. والله مع الصعوبه الشديده اللي احنا واجهناها ما يتعلق بطبيعه الارض الملعب من حيث الاستواء ومن حيث التكوين وطبيعة الجو، يعني كانت الأجواء كلها صعبة، لكن الحمد لله يعني مرت المباراة بسلام، يعني إلا من إصابات طفيفة يعني لن تمنع من المشاركة في الميران القادم باكر إن شاء الله. يعني بنحمد ربنا لأنه أنت عارف حضرتك العدد قليل جدا، يعني ما احناش ناقصين إصابات يعني، فالحمد لله على النتيجة والحمد لله على سلامة اللاعبين. يعني المباراة القادمة هي في البطولة الإفريقية أيضا، يعني برضو يستمر إيقاف حسام عاشور، صلاح الاثيوبي مش مسجل افريقيا، لكن التقدير الاولي لينا انه عنده مزق في السمانه من الدرجه الاولى، يمكن عملنا اشعاعات لكن ما لحقناش نناظرها، ان شاء الله نشوفها وناكدها معاكم بكره ان شاء الله. رايي في المباراه كانت مباراه فيها تركيز جامد جدا، وفي شحن معنوي من الجهاز الفني للعيبه، وده شفناه طبعا اترجم على ارض الملعب، كان في هدوء من الفرقة بتاعتنا، خصوصا كابتن حسام غالي كان نجم المباراة وقدر ان هو يوجه زمايله ويسيطر على نص الملعب، وطالما سيطرت على نص الملعب فانت سيطرت على المباراة. ربنا وفقنا في الجون اللي جبناه، واعتقد انه الاهلي لعب مباراة كبيرة وخطى خطوه كبيره للوصول للنهائي. احنا مش عايزين نسبق يعني ونقول ان احنا حصلنا على البطوله، البطوله لسه قدامها مشوار صعب يعني. اتوقع ان فرقه الكاميرون هتيجي، القطن الكاميروني هتيجي هنا القاهره وهتعمل ماتش كويس، لان هم لعيبه كويسين، بس احنا كنا احسن في المباراه دي. نرجع تاني مع بعض ونكمل اخبارنا في كوره كل يوم بعد لقاءات النهارده، وافكركم تاني بنتائج الماتشات النهارده. الزمالك بيفوز فوز كبير جدا على طلائع الجيش 6-1، 3 اهداف لمؤمن زكريا وهدف لعبد الله سيسيه وهدف لخالد قمر من ضربه جزاء وهدف لمحمد عبد الشافي. الهدف الوحيد لطلائع الجيش كان عن طريق اوسو كونان. الاسماعيلي ومصر المقاصه في استاد الاسماعيليه 2-2، واعتقد ان نتيجه المباراه دي ممكن تعمل مشكله لريكاردو المدير الفني للنادي الاسماعيلي. والرجاء بيفوز 1-0 على نادي الجونه في استاد اسكندريه.
الزمالك بيستعد لاستقبال اختبارات قطاع الناشئين بكره مواليد 95 96 97 98 99. واللجنه الفنيه لقطاع الناشئين هي اللي هتتفرج بكره او هتختبر اللاعبين اللي هيتقدموا لاختبارات قطاع الناشئين في نادي الزمالك. اللجنه مكونه من الكابتن حسن بصري، كابتن سعيد لطفي، كابتن احمد حسني عبد الرحيم، كابتن محمد مصطفى ممس، وهيشرف على اللجنه طبعا الكابتن اسماعيل يوسف المدير الفني لقطاع الناشئين في غياب احمد حسام ميدو رئيس قطاع الناشئين المتواجد او مش موجود في الفتره الحاليه. كابتن شوقي غريب بيتمسك بتاجيل لقاءات الاسبوع الرابع من الدوري الممتاز. تعرفين طبعا ان كابتن شوقي عايز المنتخب او لعيبه المنتخب بدري شويه المرة دي قبل مباراة بوتسوانا عشان يقدر يشتغل معهم لمدة 10-11 يوم قبل السفر إلى بوتسوانا. مباراة بوتسوانا يوم 10-10 أو 10 أكتوبر، فكابتن شوقي عايز يأجل الأسبوع الرابع. ماتش طبعا صعب جدا، ماتش المنتخب اللي جاي، وطبعا أكيد في تغييرات كتيرة في المنتخب. كابتن شوقي غريب هيقدر يختار عناصر ظهرت من خلال بطولة الدوري الممتاز، وده كان اللي كان كابتن شوقي عايز يعمله. كان عايز يبدأ الدوري في شهر 8 عشان الدوري يشتغل واللعيبة تخش في فورمة الماتشات قبل ما نلعب مع السنغال وقبل ما نلعب مع تونس، ولكن طبعا يعني ما حصلش كده، وشفنا منتخب مصر في الماتشين اللي فاتوا. فالماتش اللي جاي بعد الخسارتين من السنغال وتونس ماتش صعب جدا مع بوتسوانا برضو اللي عندها امل. خلي بالكم زي ما احنا عندنا امل ان احنا نكسب ماتشاتنا اللي جايه، بوتسوانا هتلعب المباراه اللي جايه او الجوله الجايه اللي هي الجوله الثالثه، مباراه بالنسبه لهم حياه وموت، عايز ياخد ثلاث نقاط عشان يحافظ على امله حتى في اللعب على المركز الثاني او المركز الثالث، ياخد افضل توالي. فماتش صعب جدا هنلعبه في بوتسوانا، وبعديه بخمس ايام هنرجع الى القاهره في بعض العناصر اللي ظهرت بشكل جيد جدا في منتخب مصر. لو اتكلمنا يعني عن توقعات لاختيارات الكابتن شوقي غريب خصوصا في قلب الدفاع او المساكين، اعتقد ان سعد سمير ممكن يكون موجود في المنتخب، محمد نجيب ممكن يكون في المنتخب، علي جبر يعني هيكون في المنتخب. علي جبر كان موجود كده كده في المعسكر اللي فات، لكن ما كانش كابتن شوقي بيعتمد عليه بشكل اساسي على اساس ان هو يعني ما كانش لسه لاعب مع نادي الزمالك، ما كانش جاهز من ناحيه البدنيه. شفنا عناصر مميزه ظهرت، ولكن برضو خلي بالكم كابتن شوقي مش هيحاول يجيب لعيبه ما عندهاش خبرات دوليه، يعني اعتقد ان اللعيبه الجديده اللي هتخش منتخب مصر هيبقى اكترهم من الاهلي ومن الزمالك، على اساس ان الاهلي والزمالك كانوا بيلعبوا في افريقيا وعندهم خبرات دوليه. المنتخب ماتش بوتسوانا ده برضو مش هتجيب واحد من الدار للنار من الدوري المصري وما عندوش خبرات دوليه وتلعبوا ماتش بوتسوانا وماتش يعني مش عايز اقول حياه وموت، هو حياه وموت وتحديد مصير بالنسبه لمنتخب مصر، اكون او لا اكون، اكمل في التصفيات ولا ما اكملش في التصفيات. النهارده كابتن علاء نبيل مدرب العام لمنتخب مصر كان في مباراه الزمالك وطلائع الجيش بيتفرج على المباراه عشان يدي تقرير للكابتن شوقي ويشوف العناصر اللي ممكن يضمها في الفتره اللي جايه. وكويس لسه الزمالك عنده مباراه مع اتحاد الشرطه، عنده مباراه اخرى اعتقد يوم 29، الاهلي هيلعب يوم 12. لقاءات الدوري شغاله، اعتقد برضو النادي الاسماعيلي عنده ماتشات الفتره اللي جايه وعنده ماتشات مهمه. النادي المصري ممكن يكون في عناصر من النادي المصري تنضم لمنتخب مصر، لكن انا اتكلمت على الـ قلب الدفاع، وانا شايف ان الثلاثه دول هيكون لهم دور الفتره الجايه زي ما قلت لكم، سعد سمير ومحمد نجيب وعلي جبر، ان دي المركز ده هو اكتر مركز يعني كابتن شوقي محتاج له في المنتخب. شفنا المستوى الفتره اللي فاتت الفرقه كلها كانت وحشه، ولكن طبعا الكل حمل خط الدفاع شوقي السعيد وعلي غزال واحمد سعيد اوكا بعد ماتش السنغال وعلي غزال واحمد سعيد اوكا بعد ماتش تونس، ان كانت الاهداف بتيجي من قلب الملعب او من قلب الدفاع في منتخب مصر. لكن يعني ما بنحملش لعيبه بعينها، لكن الشكل العام كل المنتخب او كل اللاعبين ما كانوا خارج الفورمه او خارج مستواهم. في محاولات في وزاره الشباب والرياضه واتصالات مع الداخلية لحضور جماهير في مباراة العودة الأهلي والقطن الكاميرون. على فكرة النهاردة كانت مباراة الدور قبل النهائي للفريقين الآخرين في الكونفدرالية، مباراة ما بين سيو سبور وليوبار الكونغولي. سيو سبور طبعا الإيفواري، وكان نادي الأهلي واجهه قبل كده في الأدوار أو دوري المجموعات. النهاردة سيو سبور بطل كوديفور قدر يفوز 1-0 على نادي ليوبار الكونغولي، وكده لسه مباراة العودة هتتلعب إن شاء الله قبل مباراة النادي الأهلي، هتتلعب يوم 27 في ليوبار في الكونغو. فالنهاردة 1-0 لصالح سيو سبور، ولسه مباراة العودة هتكون على ملعب ليوبار، وليوبار على ملعبه قوي جدا. هل ليوبار يقدر يكسب سيو سبور 2-0
ويتأهل عشان إن شاء الله يواجه النادي الأهلي. لكن زي ما قلت لكم في محاولات من وزارة الشباب والرياضة لحضور جماهير في المباراة القادمة للنادي الأهلي أمام القطن الكاميروني. وأنا شايف برضو إن النهاردة كان في أحداث طبعا سيئة جدا، وشفنا التفجير اللي عند وزارة الخارجية، ويعني مش عارف أقول إيه بصراحة، ما بحبش أعلق في الحاجات دي، لكن طبعا يعني بدعي بالرحمة والمغفرة لشهدائنا رجال الشرطة النهاردة اللي استشهدوا في وزارة الخارجية. وفي نفس الوقت أعتقد أن الحاجات دي هتأثر على حضور الجماهير للماتشات في الفترة اللي جاية. لكن نتمنى أن نشوف جماهير في مباراة الأهلي والقطن، ونشوف جماهير بتساند النادي الأهلي عشان الصعود للمباراة النهائية إن شاء الله. مباراة مصر وبوتسوانا هيديرها طاقم تحكيم من أثيوبيا بقيادة الحكم الأثيوبي ويسا باملاك تيسيما، ده عنده 34 سنة وخد الشارة الدولية في 2009، وهو اللي هيدير لقاء مصر وبوتسوانا أو بوتسوانا ومصر في بوتسوانا. وده الحكم ده اسمه تيسيما، الحكم اللي أنا بقول لكم عليه ده الأول في قائمة الحكام في إثيوبيا. واللقاء هيقام في استاد أو في مدينة كابوروج في بوتسوانا يوم 10 أكتوبر، وهيساعد الحكم الإثيوبي تيسيما مواطنه الإثيوبي موسي كانداي، وحكم مساعد تاني من جيبوتي اسمه إيجي ياسين، وحكم أثيوبي الرابع اسمه ليمادي، حكم ليمادي الحكم الرابع. اتحاد الكرة بيأجل مزايدة كأس مصر والسوبر الجديد لحين دراسة موقفها، يعني طبعا مش عايز يخطأ الأخطاء اللي فاتت، عايزين يشوف كأس السوبر الجديد بتاع السنة الجاية. كأس مصر عايز يعمل مزايدة من بدري عشان يبقى محدد الجهة اللي هتشتري الكأس، بس قالوا استنى لغاية ما يدرسوا الموقف ايه في اتحاد الكرة عشان ما تبقاش يعني زي اللي حصل في الإجراءات الغير قانونية اللي حصلت المرة اللي فاتت، وبعدين باعوها لشركة بريزنتيشن، وبعدين اتحاد الإذاعة والتلفزيون زود عن الرقم بتاع بريزنتيشن راحوا بايعينها لاتحاد الإذاعة والتلفزيون. اتحاد الكرة بيعلن تشكيل لجنة مسابقات القسم الثاني، تتكون من الكابتن خالد كامل رئيس للجنة في القسم الثاني اللي هو الممتاز به، ومعاه في العضوية بقى مجدي الشيخ وعلي بركة ومحمد سكر ومحمود مكي ومحمد الهادي ومحمود الهاني وعاطف فرج ومحمود عرب ونبيل معارك، دول أعضاء لجنة المسابقات في القسم الثاني. وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز بيصرف 1,500,000 جنيه دعما للجنة الأولمبية المصرية. اتحاد الكرة بيطالب الأندية 13 بقيمة 50% من نسبة الاتحاد اللي هي الرعاية، 15% هو عايز 50% اتحاد الكرة من قيمة اللي هو حقه أو نسبته في الرعاية بالنسبة لل 13 نادي اللي تعاقدوا مع بريزنتيشن، عايزين 50% كاش اتحاد الكرة المصري. اتحاد الكرة بيشكو سبورتنج لشبونة للفيفا بسبب رامي ربيعة، واللاعب لن يلحق بمباراة بوتسوانا. انتوا عارفين رامي ربيعة عمل عملية جراحية، ونادي سبورتنج لشبونة ما أبلغش الاتحاد المصري لكرة القدم. كان كابتن شوقي غريب استدعى رامي ربيعة في المعسكر اللي فات، ولكن طبعا عمل عملية جراحية، بس كان في إجراءات إن لازم نادي سبورتنج لشبونة يبلغ الاتحاد المصري لكرة القدم بإصابة رامي ربيعة وإنه هيعمل عملية جراحية. رامي ربيعة إن شاء الله نتمنى له السلامة والشفاء، ولكن رامي مش هيلحق الماتش الجاي طبعا، لسه قدامه فترة عقبال ما يخف بقى بعد العملية الجراحية وبعد التأهيل. النهاردة كان في بعض اللقاءات، وبكرة هنتابع كل نتائج اللاعبين المصريين في الدوريات الأوروبية. لكن هقول لكم حاجة كده سريعة، النهاردة كان في مباراتين في دور ال 32 لكأس سويسرا. بازل بقيادة محمد النني النهاردة كسب فريق اسمه وينتر ثور 4-0، والنني أحرز الهدف الأول. وجراس هوبرز بقيادة كهربا كسبوا 5-3 فريق نيوشاتل اللي كان بيلعب فيه قبل كده كابتن هاني رمزي وكابتن حسام حسن وكابتن إبراهيم حسن في الدوري السويسري، النهاردة كسبوا 5-3 في دور ال 32 لكأس سويسرا. نروح لملعب الدفاع الجوي مع كابتن حسام حسن عميد لاعبي مصر، والنهاردة فوز كبير جدا، مبروك يا كابتن حسام. الله يبارك فيك كريم، الحمد لله. يعني أداء الله يخليك كابتن، أداء مميز جدا، والنهاردة طريقة هجومية بحتة لنادي الزمالك وفوز كبير. وكان النهاردة اللعيبة عندهم إصرار إن هم يعني بعد الهدف الأول والتاني والتالت، يعني أول مرة أشوفها في نادي الزمالك اللي هم عندهم رغبة إن هم يجيبوا جوال تاني ويعملوا أداء مميز. والله كريم الحمد لله، يعني الحمد لله بشكر ربنا وفي نفس الوقت بشكر لعيبتي
على انهم لسه احنا ما يعني كل مباراه محتاجين ان فيها في انسجام اكتر في توفيق قبل الانسجام الحاله البدنيه بنطمن عليهم بنزود الحاله البدنيه الانسجام كل الكلام ده ما بيجيش في يوم وليله لكن النهارده مباراه او زي ما انا مسميتها برضه زي ما قلت في المؤتمر الصحفي نقطه في بحر لسه طبعا محتاجين مشوار طويل ولازم ندي الامور على قد حجمها دي اول مباراه لينا ولكن الدوري صعب وطويل و20 فريق كلهم احسن من بعض كلهم جابوا لاعبين على اعلى مستوى كلهم عندهم اجهزه فنيه على اعلى مستوى في الموضوع لسه مشوار طويل لكن البدايه الحمد لله تركيز اللاعبين النهارده زي المباراه بتاعه السوبر كان اللاعبين ادوا مع بدايه الموسم شكرتهم على الاداء لكن التوفيق وعدم التوفيق في نتيجه بعيد عن نتيجه المباراه 90 دقيقه دي حاجه بتاعت ربنا المباراه الاولى النهارده فبناء عليه الثقه اللي خدناها بعد المباراه الاولانيه بتاعت مدير الموسم مع السوبر ان احنا اللاعبين ادينا لهم ثقه فيهم ان هم ادوا لكن ضربات الجزاء دي كانت ممكن لينا وتبقى علينا فبالتالي النهارده نازلين بنفس المنطق ونفس التفكير ان احنا بناخد الامور بنحترم كل المنافسين وفي نفس الوقت اشتغل شغلك انت اللي احنا المفروض اللعيبه المطلوب منهم وفي نفس الوقت كل اللاعبين جاهزين لنادي الزمالك ان شاء الله اللي لعبوا اللي ما لعبوش. كابتن الصفقات الكبيره عامله ضغط على الكابتن حسام حسن يعني عندك لاعبين ما شاء الله في كل المراكز وفي خمسه سته بره القايمه برضه لعيبه كويسه دول عاملين ضغط عليك وانت حاسس ان انت عايز يعني تحقق المطلوب ويبقى عندك افضل تشكيل لكن انت برضه جوه نفسك عايز تراضي اللي بره السكور او اللي بره ال 18 يعني طبعا حاجه جميله ان انت يكون المدير الفني شاعر باللاعبين ولما يكون اللاعبين حاسين المدير المدرب بتاعهم شاعر بيهم ان هو عايز كل واحد يبقى ليه تواجد وليه دور فبالتالي بتسهل الامور يا كريم يعني انا شايف ان اللعيبه كلها حاسه ان انا حاسس بمجهودهم حاسس باثبات وجودهم وفي بنوصل الرساله ليهم كلهم عارفين ان كل واحد ليه دور وكل واحد دوره موجود واللي بيلعب بس يتمسك يتمسك بالفرصه اللي تجيله كل واحد برافو عليك في نفس الوقت طب النهارده كعمر وتوفيق ادوا ما عليهم في المباراه الاولانيه مع السوبر لكن في نفس الوقت وجودهم من الناحيه الفنيه والتكتيكيه محتاج حته معينه من حد تاني معنى كده دي بتديك يعني للمدرب بتدي للمدرب ان المرونه التكتيكيه لكل لعيب واللي ده ممكن عنده حته افضل من دي وده ممكن يتفوق عن الثاني في حاجه معينه هي دي اللي انا بوصلها لهم لكن مش شرط ان انت تلعب ان انت ما بتلعبش عشان انت وحش ومش شرط ان انت بتلعب عشان انت افضل من الثاني لا انت ممكن تكون متساويين لكن كل واحد ليه دوره وليه لكن كل اللي عليه ان هو يسيب الامور على الله ثم على الرؤيه للجهاز الفني. كابتن حسام ان شاء الله دي اللي واصله يا كريم وعايز اقول حاجه بس بالنسبه للصفقات في انديه جابت لعيبه اكثر مننا وفي لعيبه وفي انديه جابت اقل مننا لكن في النهايه كل الانديه استفادت بسوق اللاعبين الفتره بدايه الموسم يعني مش عايز اقول لك امثله كلنا سواء الزمالك او الاهلي او انبي الجيش والمصري كله اشترى كلهم يا كريم جابوا كل اللاعبين ولكن مش شرط ان انت تجيب لاعبين كتير او اقل لكن الاهم ان انت تقدر توظف اللاعبين وتقدر تعمل توجد حاله من الانسجام الفني والبدني. كابتن حسام كان كريم. بعد معلش انا هطول عليك شويه انت وحشني وبقالنا كتير ما اتكلمناش اخر سؤال كان عليك ضغط كبير قوي بعد ماتش الاهلي وانا كنت حاسس بيك وكان نفسك تكسب الاهلي وتكسر العقده اللي بقالها فتره كبيره. اشتغلت ازاي مع اللعيبه وانت تحت ضغوط انت كحسام حسن وابراهيم حسن الفتره الاربع خمس ايام اللي فاتوا والانتقادات الكتيره اللي يعني اللي كانت ضدك وتصريحات المستشار مرتضى منصور وبعدين الجلسه اللي تمت ما بينكم يعني انا كنت حاسس انت الجو حواليك صعب قوي وكنت انت النهارده قبل المباراه شايل حمل كبير قوي جواك. انا عارف السؤال هي كانت في حاجات في ضغوط مفتعله وفي ضغوط طبيعيه يعني الضغوط المفتعله اللي هي ايه؟ ادينا الامور اكبر من حجمها. انا النهارده المباراه انتهت في 90 دقيقه زي ما قلت تقارب المستوى من الزمالك والاهلي في الناحيه الفنيه في التفوق كل واحد يتفوق على الثاني في حدود وفي نفس النهايه طلعت المباراه واعتقد انت ما اعرفش تشاركني الراي ده ولا لا فانا
لكن في النهايه احنا قلنا المباراه متكافئه. انا قلت الزمالك الاهلي ما كانش احسن من الزمالك ولا الزمالك كان احسن من الاهلي. في النهايه انا وهكلمك على اساس ان كاننا احنا اللي كسبنا ضربات الجزاء ما تقللش من الاهلي وضربات الجزاء ما تقللش من الزمالك. الزمالك بالظبط. لكن المباراه مضمونه 90 دقيقه خرج التعادل. المباراه لازم نعرف مباراه السوبر بطوله لكن هي افتتاحيه موسم اعلان للعالم او اعلان لكل بلد ان الدوري بدا او الموسم القاري بدا. لكن كنا نتمنى ان احنا نكسب البطوله لكن ربنا ما ارادش نتيجه ضربات الجزاء اي حد دي ملهاش مش مضمونه. لكن اطمنت على لعيبتي اول مباراه مع فريق كبير زي النادي الاهلي هو اللي حاصل على الدوري اخر 11 سنه اعتقد لازم نكسب يعني مع فريق لسه طموحه ان هو بنكون فرقه تليق بطموحات جماهير الزمالك لازم نقول نحط الامور ما حدش حط الامور في او نقاط وضح الامور دي. انا شايف ان نادي الزمالك والاهلي كان المستوى الفني متقارب رغم ان النادي الاهلي عنده لاعبين لعبوا معاها بطوله افريقيا كلهم عكسنا احنا. انا عندي 15 16 لعيب كلهم اول مباراه يلعبوا مباراه رسميه كانت مباراه السوبر. أيوة. لكن النادي الاهلي لعب دوره المربع الذهبي مع بعض ثلاث اربع ماتشات في افريقيا لعبوا بطوله افريقيا مع بعض لعبوا كاس مصر مع بعض فلازم برضو ما حدش يعني ما انا عشان كده بقول الضغط في ناس ضغط مفتعل كان في ضغط مفتعل لكن في النهايه انا الحمد لله اشتغلت كلاعب وكمدرب في ظروف صعبه ومع نادي الزمالك من اربع سنين في ظروف صعبه والحمد لله يمكن اراد ربنا ان انا اتحطيت في موقف محترم ومهم جدا وهو تدريب منتخب الاردن قابلت مستويات على اعلى مستوى وظروف صعبه مع منتخبات كبيره ومع لاعبين على اعلى مستوى فالضغوطات دي اتعودت عليها. المهم ان انت تقدر تتعامل مع الضغوطات هو ده. لكن انا النهارده لازم كل حاجه فيها اتزان يا كريم طبعا. النهارده مش نهايه المطاف دي نقطه في بحر وانا مش عايز اكبر الامور ولا مش عايز الناس تفرح قوي او تزعل قوي لسه بدري. لا 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 اللي عايز يفرح في النادي الدوري على اساس يكون يبذل اقصى مجهود ليه ويستغل الامكانيات اللاعبين اللي موجودين معاه ويقدر يوظف اللاعبين وفي النهايه تحاسب نفسك وتحاسب والناس تحاسبك لان كل مباراه عن الثانيه بتوجد نوع من الانسجام. لكن مش ولا تقيمني بمباراه ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه مش أكيد. انا كل الانديه وكل المدربين بالظبط. بشكرك كابتن حسام وبالتوفيق ان شاء الله في الفتره القادمه والف مبروك على الفوز الكبير النهارده. كابتن حسام حسن المدير الفني لنادي الزمالك وطبعا يعني ببارك لجماهير الزمالك اللي نفسها تفرح بقالها فتره. هنطلع فاصل ونرجع نكمل مع بعض في الكوره كل يوم. هذا البرنامج بداية موسم زي ما انت عارف النهاردة قدينا الشوط الاولاني ما كنا سيئين الشوط الاولاني كاداء في الملعب. المريخ ضيع كم فرصة خطيرة سرعان ما احنا دخلنا المباراة في الشوط الثاني بعض التغييرات الحمد لله ضيعنا جبنا جول للأسف ان احنا يعني فريق كبير زي منتخب السويس بعد دقيقتين بيجي فيه جول التعادل يعني الاداء مجمل حتى واحنا ضاغطين الشوط الثاني انا غير راضي عن الاداء النهارده اداء منتخب السويس بعيد تماما عن ادائنا اللي هو ما حتى ما فيش نص مستوانا النهارده. ادائنا الحاله البدنيه مش عارف انا فوجئت حتى وحشين يعني المجمل وحشين دلوقتي اصلا خلاص ده اول ماتش في الدوري لازم تبقى بتحس ان فيه تقل في الملعب وتقل مع اللعيبه سواء لينا او ليهم يعني هم الشوط الاولاني كانوا كويسين واحنا الشوط الثاني كنا افضل يعني زي ما انت شفت احنا الجونين جم الشوط الثاني احنا جبنا جون مفيش خمس دقايق او ثلاث دقايق راح دخل فينا جون يعني هو التملي ده اول ماتش ده بيبقى في تقل مع اللعيبه سواء لينا او ليهم وده عادي يعني نتيجه مرضيه يعني اللي احنا بقى تعادل يعني قبل اي حاجه بنقول الحمد لله على اداء وعلى النتيجه. احنا بنلعب فرقه كبيره المريخ
احنا طموحنا السنه دي نصعد ممتاز. احنا السنه اللي فاتت الحظ ما كانش معانا في اخر ماتش، ماتش النصر اخر 5 دقايق، يعني لو كنا حافظنا كان زعلنا. يعني احنا مركزين السنه دي هنصعد ان شاء الله. يعني نادي المريخ طبعا فرقه كبيره، فرقه صعد السنه اللي فاتت ترقي ولعبناها في الترقي، فرقه كويسه جدا بالعكس. السنه دي يعني زودوا عليها عناصر كويسه زي مصطفى جعفر واسامه السيد وناس كتير يعني، وشكوري ما شاء الله فرقه كويسه يعني. بس كانت بدايه الدوري برده لسه في حمل، انت لسه اللعيبه ما خدتش لياقه الماتشات، الملعب برده تقيل شويه. فان شاء الله نتمنى للفرقه ان شاء الله في الماتشات الجايه تبقى احسن من كده باذن الله. الاول انا عايز اشكر اللعيبه، اجتهدوا النهارده، عملوا كل اللي عليهم، اشتغلنا على شغل الجهاز الفني الفتره اللي فاتت، الاداره وفرت لنا كل حاجه، وكنا نفسنا يعني في جمهور بورسعيد بصراحه كان بيسندنا الفتره اللي فاتت وبيكلمنا، وحتى لعبنا ماتش مع النادي المصري والناس كانت واقفه جنبنا وشجعونا. وان شاء الله يعني احنا ناويين ان السنه دي باذن الله نكون اول مجموعه ونصعد دوري ممتاز عشان نبقى جنب النادي المصري ان شاء الله ونحقق كل طموحات بورسعيد باذن الله. طبعا هو ماتش جامد في اول الدوري، في اول ماتشات الدوري يبقى ماتش مع المريخ، فرقتين بينافسوا، فماتش قوي جدا. احنا كنا اقرب للفوز بس ما حافظناش على الجول اللي جبناه، وان شاء الله يبقى في تعويض بعد كده في الماتشات اللي جايه، لسه الدوري طويل. نفس القوام تقريبا بتاع الفرقه، هو زاد عليهم حاجات بسيطه يعني بيزودوا الناس اللي موجوده، واعتقد ان السنه دي فرصتنا كمان كويسه ان احنا ننافس على الصعود، يعني نوصل للترقي وبعد كده الصعود ان شاء الله. الاول انا بشكر زمايلي وبشكر المجهود الكبير قوي قوي اللي اتعمل النهارده في الملعب. انا مش اضافه لنادي المريخ، نادي المريخ اضافه لاي حد، وانا سعيد جدا ان انا موجود هنا في نادي المريخ. ونقطه بطعم الفوز، بس احنا كنا قريبين جدا جدا للمكسب، ضيعنا كتير بس الحمد لله، ودي البدايه ان شاء الله للماتشات اللي جايه وباذن الله على الصعود باذن الله. احنا طبعا جايين الحمد لله يعني كان جايين نفسنا طبعا في 3 بونت، بس ربنا ما اردش يعني الحمد لله على بونت مع بونت فرقه السويس في ملعب السويس، مش حاجه وحشه. احنا فرقتنا فرقه محترمه الحمد لله بفضل الله، كابتن جوهر وكابتن محمد ياسين والاداره كلها بصراحه يعني ما بخليتش على الفرقه بحاجه ان شاء الله باذن الله. احنا يعني من اول صفاره حكم احنا الحمد لله ناويين ونيه الحمد لله ان شاء الله باذن الله، مش نيه بالكلام لا نيه بالفعل ان شاء الله باذن الله ان احنا نصعد دوري ممتاز من اول ماتش النهارده ان شاء الله باذن الله. اذا كان على الاداء النهارده، الاداء الرجولي مش محمد امين بس، الاداء الرجولي للفرقه كلها النهارده. النهارده احنا خسرنا بصراحه، يعني انا لا الحمد لله على البونت، بس احنا كنا احق بالمكسب. يعني انت لو انت اتفرجت على الماتش 5 تجوان ضيعناهم، هم ما ضيعوش حاجه، كل الراحه جابوها واحنا ماسكين الماتش زي ما انت شايف. والله احنا زعلان عشان احنا ضيعنا البونتين كمان، بس الحمد لله دي الكوره. في الاول طبعا انا بحمد ربنا النهارده على الاداء، وبحمد ربنا برضو على النتيجه. هو ما كانش طموحنا ان احنا جايين ناخد البونت، والله يعلم ربنا احنا جايين ناخد 3 بونت، وده كان طموحنا، لان لعيبه الحمد لله لعيبه على مستوى عالي جدا، لعيبه النادي المريخ وطبعا منتخب السويس فريق بينافس على الصعود واحنا كذلك. فالحمد لله على البونت النهارده، لكن ده مش اخرنا، ده اولنا بدايتنا. احنا طبعا بنقول الفرقه كلها الحمد لله النادي المريخ جاهز ولاعيبه متميزه، ان شاء الله نقدر نعمل حاجه السنه دي للنادي ونصعد بهم باذن الله. الحمد لله راضي بالنتيجه، بس من الاول دي زي ما حضرتك قلت ان انا بسعى للفوز. فعلا التايم الثاني الفرقه اتهزت شويه، بس الحمد لله خبرات فرقتنا وخبراتنا الحمد لله جبنا التعادل، وكنا ممكن اقرب للفوز كمان. بس الحمد لله في بدايه الدوري ماتش تقيل، بتلعب منتخب السويس في السويس، فرقتين كانوا في دوري الترقي، فمباراه صعبه، بس الحمد لله وشكر لله جاي الافضل باذن الله. لا 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 مفيش هزه ولا حاجه، كابتن كرم كابتن الفرقه وكابتن كبير، ومعانا الشحات، معانا احمد محسن وعبد الله البغدادي. لا لا والله هو بس هم ما خلصوش الماتش من بدري، يعني انا بلوم على فرقتي ان كان سهل في الطام الاولاني نخرج احمد 3-0 ولا 2-0، بس الحمد لله راضيين برضه. احنا بنلعب فرقه كبيره برضه يا جماعه في منتخب السويس هنا في السويس، طبعا 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 الحمد لله. بنتابع كل الملاعب، كل الدوريات اللي موجوده في مصر، لقاءات القسم الثاني، لقاءات قويه في كل محافظات مصر. انتوا عارفين ان الدوري القسم الثاني مقسم على 6 مجموعات، مجموعه شمال الصعيد وجنوب الصعيد ومجموعه القاهره ومجموعه القناه ومجموعه الدلتا والدقهليه ومجموعه اسكندريه ومطروح. طبعا انتوا عارفين وكل فرقه او كل مجموعه بيصعد منها 3 فرق، بعد كده بيعملوا دوره الترقي وبيصعد 3 فرق من القسم الثاني الى الدوري الممتاز. السنه دي هينزل 5 فرق من الدوري الممتاز الف ويصعد بدلهم 3، عشان السنه الجايه يكون الدوري الممتاز الف او القسم اللي هو الممتاز 18 فرقه عكس السنه دي 20 فرقه. طيب عايز اقول لكم الماتشات بتاعه الاسبوع الجاي، الاسبوع الثالث من بطوله الدوري الممتاز. حرس الحدود مع المقاولين العرب في استاد حرس الحدود ان شاء الله يوم الاربعاء اللي جاي، اللقاءات هتبدا الاسبوع الثالث هيبدا يوم الاربعاء. المصري مع دمنهور في استاد اسماعيليه، ام بي مع وادي دجله في استاد بيترو سبورت، الجونه والاسماعيلي في استاد الجونه،
الخميس بقى الجونه والاسماعيلي، الاربع زي ما قلت لكم ثلاث ماتشات، امبي وادي دجله، المصري ودمنهور، حرس الحدود والمقاولين. يوم الخميس تكمله الاسبوع الثالث الجونه مع الاسماعيلي في ملعب الجونه، الداخليه مع طلائع الجيش في الملعب الفرعي للدفاع الجوي، سموحه مع النصر في استاد اسكندريه، مصر المقاصه مع الاسيوطي سبورت في استاد الفيوم، بتروجيت مع الرجاء في استاد الجيش في السويس، واللقاء الاخير يوم الخميس القادم ان شاء الله في الاسبوع الثالث لقاء اتحاد الشرطه مع الزمالك في استاد المقاولين العرب. ومفروض الاهلي هيلعب مع الاتحاد السكندري، لكن تم تاجيل اللقاء نظرا لمشاركه النادي الاهلي في الكونفدراليه، وهيكون عنده مباراه العوده مع القطن الكاميروني. هنروح دلوقتي نشوف تقرير ماتش الاولمبي وبني سويف وصملوط من مجموعه شمال الصعيد في القسم الثاني، وزي ما قلت لكم بنتابع كل اللقاءات في جميع اقسام الدوري الممتاز ودوري الممتاز ب. هنتفرج على صملوط وبني سويف، وبعد كده هنتفرج على تقرير عن مباراه الاولمبي والضبع من المجموعه السادسه مع كوره كل يوم. الحمد لله احنا عملنا ماتش كويس، بس حضرتك زي ما انت شايف احنا بنلعب في ملعب الاسيوطي، الهواء جديد، الرايه النهارده ما كانش موفق بالمره دي، كنت يعني اتفرج على الماتش شوف الماتش، ثلاث كور انفراد بيحسبهم اوفسايد، الحكم هنا الرايه بيحسب في اخر ثانيه في الماتش اوفسايد، الحكم بيمشيها، فانا مش عارف اقول ايه يعني التحكيم يعني بنقول ربنا يسهل يعني، والناس يعني الناس تبص للتحكيم شويه، الممتاز به الناس تبص للتحكيم شويه يا كابتن. خساره سببها التحكيم، الاثنين حاملين الرايه النهارده بعيد تماما عن المباراه، الحكم الكره الاخيره ديت هو اللي حسبها، وكورتين قبليهم ناحيه راي يقول لي ده انا اشوف اللازمان، طب فين؟ عايز اسمع قراراتك، عايز اشوفك في الملعب، ظلمنا في الملعب خالص، ذبحنا. هو كل الدوره كده بتلعب الفرق الكبيره، فرق صغيره بالناس بتاكلها، حكام وكل حاجه بتاكلها. الحمد لله على اداء برضو، احنا عملنا ماتش كويس، وبرضو جهاز ما وفرش معانا في كل حاجه بصراحه، واحنا بادئين متاخرين، فالحمد لله على كل شيء، وبرضو نرجع ونقول التحكيم، هنفضل على المواد على طول، التحكيم التحكيم. الحمد لله رب العالمين، في الاول والاخر النتيجه دي بتاع ربنا سبحانه وتعالى، احنا حضرتك شفت السامح اجتهدنا في الملعب وادينا، لكن النتيجه دي بتاع ربنا، وعاوز اعلق بعد اذنك على الجون يعني ان الرايه رفع والحكم يقول له نزل نزل، دي مش بتاعتك، راح جابها جون، بس في الاول والاخر نقول الحمد لله والف مبروك لفريق تليفونات بني سويف، ونحمد ربنا وان شاء الله في المباراه الجايه هنأدي ان شاء الله، ونتمنى نكون في دوره الترقي زي ما كنا فيها السنه اللي فاتت باذن الله تعالى، ونشكر اللعيبه على اداء النهارده والجهاز الفني، واشكر كابتن هاني شعبان مدرب حراس المرمى. نشكر ربنا، ودي بدايه طبعا، وانا كنت قلت لحضراتكم قبل كده في مقابله قبل كده ان احنا ما فيش جاهزيه للعيبه، بشكر اللعيبه على ادائهم، بيكافحوا 90 دقيقه، بنجيب جون في الوقت الضايع، بنضيع كمية أهداف، يمكن لينا شك في ضربة جزاء أو ما كانش، مش هتطرق ليها، فبشكر الناس كلها والحمد لله وشكر لله بداية، وإن شاء الله تليفونات بني سويف بإذن الله يكون على القمة ويكمل المشوار، وربنا يوفق، ودي البداية إن شاء الله. الحمد لله على الفوز النهاردة، وأول ثلاث نقاط مهمة جدا في مشوارنا، إحنا باقي الماتش الجاي فهنحاول إن شاء الله نتمرن كويس عشان نجهز للفيوم الأسبوع الثالث، فالحمد لله على أول ثلاث نقاط في الموسم، وبشكر اللعيبة والجهاز الفني، عملوا ماتش الحمد لله كويس، وربنا كرمنا النهاردة وخدنا أول ثلاث نقاط. دايما انطلاقة الدوري بتبقى ماتشات صعبة، بس الحمد لله ربنا كرمنا النهاردة بثلاثة بونت ومجهود زمايلنا وتعب الجهاز معانا، والله تعب قوي الفتره اللي فاتت، والحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نوصل لثلاثه بونت، دي اهم حاجه الحمد لله، ونوعدكم ان شاء الله الاداء يتظبط ان شاء الله الفتره اللي جايه، وباذن الله ربنا يكرمنا ان شاء الله ونكون موجودين في الطريق باذن الله اول خطوه. الحمد لله على ثلاثه بونت، انت عارف اول ماتش لينا، ويهمنا جدا النتيجه، مكسب لينا عندنا الماتش الجاي باي، فكان يهمنا النتيجه قوي، فالنهارده اللعيبه جاب الجول، خبرات لسه لعيبه صغيره، كله بيحافظ على الجول، فان شاء الله باذن الله الفتره الجايه عندنا يعني اسبوعين نصحح فيهم الاخطاء دي، احنا مش راضيين عن نفسنا النهارده، انا عن نفسي الحمد لله مبسوط لتلاته بونت، لكن مش راضي على الاداء الشوط الثاني بالاخص يعني، فان شاء الله كابتن نبيل والجهاز باذن الله هيبقى مستوانا احسن الفتره الجايه، معانا لعيبه كويسه جدا، ان شاء الله الفتره اللي جايه دي باذن الله هنبقى احسن من كده بمراحل، وعايزين نفرح بني سويف ان شاء الله بدري بالصعود للترقي، وبعد كده صعود دوري ممتاز ان شاء الله. الحمد لله احنا الفرقه الشوط الاول كانت كويسه الحمد لله، انما الشوط الثاني برده الفرقه كانت مش كويسه، بس بقول برده الفرقه اللي احنا كنا بنلعبها فرقه محترمه، والحمد لله رب العالمين يعني على كل حال الحمد لله. اكيد البدايه تبقى هامه، وطبعا زي ما قابلنا مركز شباب صملوط برده
الفرقه كانت تلعب السنه اللي فاتت، واحنا الحمد لله برضو مع الكابتن نبيل عاملين فرقه كويسه جدا، والحمد لله رب كرمنا بثلاثة بوند الحمد لله، ودي البدايه ان شاء الله، ولسه في المزيد ان شاء الله. الحمد لله على الفوز اولا، وكان فعلا مباراه كانت قويه جدا مع فرقه محترمه قوي، واعتقد ان الفرقه دي هتبقى يعني هتوقع فرق كتير يعني. طبعا تاني حاجه الحمد لله على الهدف اللي احنا كسبنا بيه النهارده، وان شاء الله اللي جاي يبقى احسن باذن الله. هذا البرنامج ماتش صعب برضه، بيلعب الاولمبي في ملعبه، فرقه كبيره عندها لعيبه كبار، عندها جهاز فني محترم، متصدرين السنه اللي فاتت الدوري، كانوا قريبين قوي 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 من الصعود، دوري ممتاز. الحمد لله كان ماتش سهل، كان سهل ان احنا نخطف ثلاث نقط، كان فرق معانا الفتره اللي جايه، بس الحمد لله قدر ما شاء فعل. الحمد لله، الحمد لله على كل شيء. حضرتك قلت كل حاجه فعلا انا كنت لازم اقول، احنا سيطرنا ولعبنا، وهي مش تراخي، هي ثقه زايده، احنا خلاص الماتش كان في المتناول، بس هم اجتهدوا عشان كده، هم جابوا جون وكانوا مركزين من اول دقيقه لاخر دقيقه. احنا الحمد لله زي ما حضرتك قلت احنا ضيعنا كتير قوي، وهو ما فيش نصيب النهارده، اكيد كان اليوم ما فيش حظ عندنا النهارده. الحمد لله على النتيجه والحمد لله على المكسب، وانت عارف اول مباراه في الدوري دي بيبقى كل الفرق مش عارفه بعضها، وبعدين الضبعه فرقه محترمه، السنه اللي فاتت كانت بتنافس على الصعود، والحمد لله ادينا اداء يعني الى حد ما، بس مش ده اداء النادي الاولمبي، الفرقه اللي كانت هتصحى الدوري الممتاز السنه اللي فاتت، والحمد لله على كل حاجه. كان ماتش صعب، واحنا فعلا كنا ممكن نخلص الماتش في الشوط الاولاني، لكن هو حصل ان اللعيبه حست انها ملكت المباراه، فبيحصل استرخاء غريب يعني، هحاول ان انا اعالجه في المرحله اللي جايه، لان المباراه هي 90 دقيقه، فلازم اللعيب يبقى عارف كويس قوي ان 90 دقيقه هي محتاجه منه كل مجهود وكل بذل عشان يخلص بالمباراه. فان شاء الله في المباراه القادمه هنحاول ان احنا نتلافى هذا الخطا يعني ان شاء الله. تابعنا لقاءات الممتاز بيه، وكنا يوم الخميس اللي فات قلنا نتائج كل المجموعات واللقاءات اللي اتلعبت في الست مجموعات دي. كانت حلقتنا النهارده حلقه سريعه وتغطيه للقاءات النهارده في الدوري الممتاز، وتابعنا ثلاث لقاءات النهارده، الاسماعيلي وتعادلوا مع المقصه 2-2، فوز الرجاء على الجونه 1-0، واخيرا فوز نادي الزمالك على طلائع الجيش بنتيجه كبيره 6-1. بكره ان شاء الله نتقابل في نفس الميعاد الساعه 8 مع كوره كل يوم في حلقه جديده. بشكر كل طاقم العمل بقياده اسلام صادق رئيس التحرير ومحمد بيوم مخرجنا، وبشكر كل المشاهدين اللي تابعونا النهارده، ونتقابل على خير ان شاء الله الساعه 8 بكره مع كوره كل يوم.